بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحائي من معرض غصن الزيتون. النهارده بنسلم عربيه سوزوكي نقل بيك اب موديل 2017، عربيه فابريكا بره وجوه. بنسلمها النهارده للاستاذ عبد فتحي اللي مشرفنا من محافظه الاسماعيليه. حابين بس نعرف رايه في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض ورايه في العربيه. اول حاجه رايك في العربيه؟ لا، العربيه اللهم صل على النبي ما فيهاش بوه خالص، العربيه جميله خالص. طلعنا جربناها، العربيه جميله ما فيهاش اي مشكله. تمام. سعرها كويس، معقول، كويس العربية. تمام قوي. شفت الاعلان امبارح على الفيديو، في الفيديو على النت؟ اتفرجت على الاعلان، انا جاي على الاعلان. لا، عجبتكم الحمد لله العربيه؟ لا، العربيه على الواقع. لا، العربيه على الواقع زي اللي في الاعلان بالظبط، ما فيش اي تغيير. اللي شفناه على النت هو اللي شفناه على الطبيعه. تمام قوي. المعامله طيب بتاعت الناس الموجوده داخل معذرك فيها؟ قمه الاحترام في المعامله وقمه التقدير، الناس بتقدر. وجايين بدري قبل ميعادنا، لقينا الناس مستنيانا برضو، والناس محدش قصر معاك في حاجه؟ لا، مفيش اي تقصير في اي حاجه. طيب حبايبك اللي في اسماعيليه تحب تقول لهم يعني اللي انت لقيته هنا؟ لا، انا شفت هنا معامله ما شفتهاش في اي معرض في القاهره كلها. تمام. فبنصح اي حد انه يجي المعرض بتاعكم، اللهم صل على النبي، معرض كويس وكل حاجه موجوده. ربنا يبارك لك يا استاذ. الاستاذ برضو كده حابين نتعرف عليك. ابراهيم حضرتك. عامل ايه يا حاج ابراهيم؟ الحمد لله يا باشا. اخبارك يا حاج ابراهيم؟ والله تمام الحمد لله. منور هنا والله يا حاج ابراهيم. ربنا يبارك لك والله، يصلح حالك. تمام. والله امبارح احنا شفنا الاعلان بتاع حضرتك، وزي الوصف اللي على الفيديو بالظبط، جينا لقيناه، ما لقيناش حاجه متغيره ولا لقينا فيه بوهيه مثلا وانتم دارين. لا، اللي انتم قلتوه على النت هو اللي احنا جينا لقيناه. تمام الحمد لله. يعني مصداقيه في التعامل الحمد لله. طب الناس اللي بتتابعنا على النت دلوقتي تحب تقول لهم ايه؟ لا بصراحه، يعني اللي عاوز سوزوكي يبقى من المعرض من هنا، من غصن الزيتون. من غصن الزيتون. تمام. تحياتنا كلنا خدها في غصن الزيتون لاهلنا في اسماعيليه. الله يخليك. نتمنى من ربنا يديكم خير ويكفيكم الشر ان شاء الله. الله يخليك. الله يصلح حالك. في رعايه الله يا استاذ. سلام يا حبيبي.